إذن هي معركة مهمة في تاريخ العسكرية المصرية، معركة الإسماعيلية البطولية. ومعنا في التفاصيل عبر الهاتف سيادة اللواء ناصر السالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء ناصر، أهلا بك. وهنا ما زلنا يعني نعيش في ذكريات 44 عاما مرت على انتصار أكتوبر المجيد، وكيف أن هناك بطولات، حتى بطولات لم تكتشف إلى الآن، سواء للقوات المسلحة المصرية كمجموع أو لأفراد أيضا وجنود كان لهم دور بطولي وما زالت طبعا يعني تكشف عنها. هنا معركة الإسماعيلية البطولية في يوم 22 أكتوبر، كيف دارت وكيف استطاعت القوات المسلحة المصرية في ذلك اليوم أن تنتصر على الكيان الصهيوني؟ لا يعني أنا عايز أتكلم من حاجة أهم على المستوى الاستراتيجي، كيف حدثت ثغرة ديفرزوار وكيف تم السيطرة عليها. نعم. مش عايز أخش بالتفاصيل التكتيكية اللي مش هتهم المشاهدين او المستمعين دلوقتي. تمام. ايه اللي خلى ثغرة الدبرسوار ده حدثت؟ عايز اقول ان احنا لحد يوم 12 اكتوبر 73 مسيطرين تماما على العدو، بننزل فيه خسائر فائقة، وقواتنا احنا مكتفيين، ومناطق القتل اللي احنا استولينا عليها في رؤوس الكباري لعمق 15-20 كيلو. حتى حدث موقف على الجبهة السورية كان لازم ناخد موقف عشان نعدله. يعني في هذا اليوم يعني احنا في عندنا في مبدأ في القتال من مبادئ اسمه المخاطرة المحسوبة. المخاطرة المحسوبة دي حدثت يوم 13 و14 اكتوبر عندما تهددت مدينة دمشق وكاد العدو الإسرائيلي أن يصل إليها. صحيح. فكان لابد من الضغط على العدو الإسرائيلي لمنعه من تطوير هجومه في اتجاه سوريا. وبالتالي تم دفع الفرقة المدرعة احتياطي الجيش لكي نجبر العدو على دفع احتياطياته في اتجاهنا وعدم التطوير في اتجاه سوريا. وفعلا تم دفع الفرقة 21 يوم 14 اكتوبر 73، ولكن كان الدفع عسكريا وتكتيكيا كان خطا، لان القوات لم تكن قد وصلت للمكان اللي يسمح بدفع النسق الثاني، والظروف لم تكن مواتيه. وعندما اخبر الرئيس السادات بذلك ان الموقف هيبقى صعب على الفرقه، قال لهم بالضبط بالتحديد كده اخسر فرقه ولا اخسر سوريا؟ فكان طبعا الكل سكت تماما وقالوا لا، سوريا طبعا لا يمكن نضحي بها. تم دفع الفرقة رغم ان هذا القرار عسكريا وتكتيكيا كان خطأ، ولكن استراتيجيا كان قرار ناجح بنسبة 100%. وهو اللي سميته حضرتك سيادة اللواء اللي هو المخاطر المحسوبة. بالضبط. مخاطرة، انا بضحي بفرقة بس عشان دولة، عشان جبهة بالكامل. وفعلا لما دفعت هذه الفرقة احدثت عندي نوع من الخلل اللي هو بنسميه احنا حتى في مبادئ القتال عدم المحافظة على الاتزان التعبوي. انا اخليت حصل خلل في الميزان التعبوي لصالح العدو في الوقت ده، وهو استغل هذا بانه ايه بقى، يعني عايز اقول ان الثغرة اذا قلت صناعة امريكية بامتياز انا غير متجاوز بالمرة، لان هم طبعا عن طريق الاقمار الصناعية استطاعوا ان يحددوا المكان. ليس هذا فقط، هم حددوا ان المنطقة الفاصل بين الجيشين ده القوات اللي فيه غير كافية. وفعلا امريكا كانت خلاص الجسر الجوي الامريكي وصل، ووصلت امدادات كبيرة جدا لاسرائيل، فتم حشد اولا نوعين اثنين من الاسلحة في هذا الاتجاه. سلاح الحرب الالكترونية في هذه الشريحة اللي بين الجيشين عمل فيها تشويش الكتروني ولاسلكي، جعل كل الدفاع الجوي بتاعنا لا يعمل في هذه المنطقة، ده رقم واحد. رقم اتنين ان في تشويش لاسلكي كامل، فما فيش اي قائد في هذه الشريحة من الارض قادر يتصل بمرؤوسيه او العكس. الحاجة التانية ان الطيران الامريكي تدخل في هذه الشريحة وأمطر قواتنا بوابل من القصفات المتتالية بشكل
طبعا كان الدفاع الجوي في الوقت ده ما بيشتغلش صحيح نتيجه الحرب الكترونيه، والتفوق الامريكي من السلاح الامريكي مش الاسرائيلي بهذه الشريحة. ما انت كده كنت بتواجه سياده اللواء في اللحظه دي امريكا وليس اسرائيل فقط. ايوه انا مش هواجه امريكا، ده اللي حصل. طب ايه اللي حصل الحته الثانيه بقى؟ ده السبب رقم ثلاثة، خلي بالك اللي هو التدخل الامريكي اهو. ان احنا كانت الثغره، عرض ثغره الدبروسوار شرق القناه لا يتجاوز الاربعة كيلو متر، انما في الغرب كانت الثغره زادت لنتيجه ان مفيش قوات، وانتشرت قوات العدو في الزراعات وفي الحدائق الموجوده. وبالتالي تم كان القرار دفع لواء مدرع لقفل الثغره من شرق القناه، وبالتالي 4 كيلو لواء مدرع يقدر يقفلها تماما. لما دفع اللواء المدرع عشان يقفل الثغره من الشرق، كان شارون اللي هو قائد هذه الفرقه اللي في الثغره، اول ما عناصر الاستطلاع قالوا له ان في لواء مدرع بيتحرك في اتجاه الشرق، ايقن تماما انه هيتقفل الثغره وهيقع هو في الحصار في غرب القناه. ترك قواته ورجع بعربيته، هو عبر في الشرق ورجع في اتجاه اسرائيل. وهو راجع الكلام، الروايه ديت انا بقولها من ضابط اسرائيلي كتب هذا الكتاب واتنشر في اسرائيل بعد كده. صحيح. الضابط ده كان اسمه حوفي، ملازم اسمه حوفي، ده كان ضابط احتياط في الجيش الاسرائيلي، وكان سرح استدعوه وقت الحرب. لما استدعوه راح على احد المطارات اللي بتستقبل الجسر الجوي الامريكي، وكان وصل كتيبه مقذوفات دبابات، صواريخ مضاده للدبابات. ده لاول مره كان السلاح ده اللي هو اسمه التو موجه بالليزر كان لسه واصل اسرائيل. فقالوا له حوفي خد الكتيبه دي واتحرك على الطريق ده، توصل تروح تضم على الجنرال شارون. شارون وهو راجع كلام حوفي بقى، قابل مين؟ قابل حوفي في الطريق. فشارون وقف قال له ارجع، فيه مصريين قدام، انت مين رايح فين؟ قال له انا الملازم حوفي، معايا كتيب الصواريخ تو وعندي اوامر ان انا اضم على الجنرال شارون. قال له انا شارون ايه دي بتعمل ايه؟ فناداله مين؟ القائد الامريكي اللي هو جاي، قائد كتيبه التو ده. صحيح. فلما ساله قال له دي صواريخ مداها 3 كيلو ونص موجهه بتعمل كذا في الدبابات، نسبه الاصابه بتوصل ل 100%. كان اللواء المدرع بتاعنا اللي رايح في اتجاه الثغره بدا يظهر من الناحيه الثانيه، شافه شارون، توجه قائد الكتيبه عليه مباشره، قال له افتح هنا على جنب هذا اللواء ووجهه. دي بقى اللي بيسموها في اسرائيل ضربه حظ. على ما الصواريخ بسرعه انتشرت، عربيات هامر خفيفه وعليها الصواريخ الصغيره دي، انتشرت كتيبه الصواريخ، كان اللواء المدرع بكامله كان في مواجهتها. ودي كانت ضربه الحظ، لان هذه الصواريخ طبعا عملت مفاجاه جعلت اللواء المدرع، يعني ما هي الا ضربه حظ فقط او بالمصادفه وليس ناحيه تكتيكيه عسكريه. ايوه. ففشل قفل الثغره ونجحت الثغره في الوقت ده، ده سبب نجاحها. اما فيما بعد بقى الاجراءات اللي تمت، ان احنا قدرنا نجيب قوات احتياطيه، نبني تجميع قتالي قادر على تدمير هذه الثغره، ونتعين اللي هو سعد مأمون اللي هو كان قائد الجيش في وقت الحرب، لما قبل ما يجي اللي هو عبد المنعم خليل، اتعين سعد مأمون على راس هذه القوه لتدمير هذه الثغره. وفعلا كان قرار ناجح 100%. وليله الهجوم جه وصل لمصر هنري كيسنجر، رئيس وزراء، رئيس وزير الخارجية الامريكي في ذلك الوقت، امريكا، وكان مواجهته للسادات. صحيح. على طول قال له ادي الخريطه، ايه ادي قواتك، وادي واحنا عارفين انك قادر على تدمير هذه القوات، بس انت لو حاولت تدمر هذه القوات هنتدخل ضدك بالجيش الامريكي مباشره. مش هنسمح لك بهزيمه سلاحنا بسلاح روسي. فالسادات وقتها قال له انا مش هسيب شبر من ارضي لو لاخر جندي في الجيش المصري. جميل. قال له مين قال لك انك هتسيب شبر من ارضك؟ ارضك هترجع كامله. فكان السادات قال له يعني ايه؟ قال له اسرائيل استعداد تنسحب من سيناء بالكامل وتعمل معاك معاهده السلام. هو طبعا كان هنا كيسنجر يسمى في ذلك الوقت سياده اللواء بثعلب السياسه الخارجيه. السادات ماسكه، قال له طب ايه اللي يضمن ان اسرائيل هتنسحب؟ تفتكر رد عليه كيسنجر قال له ايه؟ قال له سياده الرئيس الضمان هو جيشك. وبدات المفاوضات، ورجعت سينا بالكامل ولا في حاجه ناقصه منها؟ الحمد لله. الحمد لله. السؤال بقى لاي واحد بيسمعنا دلوقتي، لو اسرائيل او امريكا مش متاكده
من قدرتنا على استعادة هذه الأرض بالقتال، كان ممكن تسيبها وتسيبها لنا في مفاوضات سلام. طبعا طبعا. لا لكن هذه هي معركتنا. علشان كده في الإسماعيلية، سيادة اللواء هم اللي طلبوا، اللي طلبوا الانسحاب، عشان عارفين احنا ما كناش بنطلب الانسحاب في الوقت ده، كنا هنقاتل ومسترين، لان حسوا بقوه الجيش المصري والانتصار. يعني مثلا لما اتكلم على معركه الاسماعيليه اللي بتكلم عنها في يوم 22 مثلا، وزي البطوله، يعني هم ضربوا طبعا الاسماعيليه، حتى سميت في ذلك الوقت بفيتنام المصريه، يعني ضربوها بالقنابل والدبابات ولكن كان هناك بطولات ضخمه جدا. المعركه كانت اعنف في السويس، نفس الكلام. فانا بقول لحضرتك كان خلاص كنا هنطبق على هذه الثغره وندمر كل من فيها، لولا التدخل الامريكي اللي قال له انا هتدخل بالجيش الامريكي ومن غير قتال هنرجع لك ارضك. فطبعا الحمد لله، هذه المباحثات تمت ورجعت ارضنا وانتصرنا والحمد لله. اشكرك جدا على الاحداث المهمه والتفاصيل سياده اللواء ناصر سالم، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، كنت معي عبر الهاتف. اشكرك شكرا جزيلا.